بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نبدأ النهاردة بإذن الله سلسلة محاضرات الكلينيكال بيدياتريكس، وهتكون البداية بالتشست أو البيدياتريك بالمونولوجي، على وعد بأن تكون الخدمة 7 ستارز، ومعانا العديد من المفاجآت خلال محاضرة اليوم. نبدأ على طول بأول مفاجأة دلوقتي، هلخص لكم الكلينيكال بيدياتريكس بل الطب كله في 5 كلمات. هنلخص الطب كله يا جماعة في 5 كلمات. الكلمة الأولى history، الكلمة الثانية examination، الكلمة الثالثة diagnosis، الكلمة الرابعة prognosis، الكلمة الخامسة treatment. هو ده فعلا والله ملخص الطب كله. There are 5 basic clinical skills in medicine. أول مهارة هي مهارة الهيستوري تيكينج. تاني مهارة مهارة الكلينيكال examination. تالت مهارة مهارة الدايجنوزيس. رابع مهارة مهارة البروجنوزيس. وخامس مهارة مهارة التريتمنت. طيب لو سألنا نفسنا يا ترى عشان أقدر أبقى شاطر في كل مهارة من ال5 مهارات دول، إيه المطلوب؟ بالنسبة لمهارة الهيستوري تيكينج محتاجة education، بالنسبة لمهارة الإكزامينيشن محتاجة سكيل، بالنسبة لمهارة الدايجنوزيس محتاج اندكتيف لوجيك، بالنسبة لمهارة البروجنوزيس محتاج اكسبيرينس، بالنسبة لمهارة التريتمنت محتاج نوليدج. يبقى هما دول ال5 مهارات اللي يلخصوا الطب كله. طيب يا ترى مين اسهل مهارة ومين اصعب مهارة في الطب في ال5 دول؟ واضح انه اسهل مهارة في الطب هي التريتمنت، لانه التريتمنت محتاج ايه؟ محتاج جاست نوليدج، ان ابقى عارف المرض الفلاني علاج، افتح الكتاب المرض الفلاني علاج وكذا، سهلة صحيح، it's not that easy، وفي بعض التريكات المهمة، ولكن مش هيبقى بالصعوبة بتاعة المهارات الاخرى. بينما اصعب مهارة في الطب هي مهارة الدايجنوز، لانه محتاج اندكتيف لوجيك، لازم تسيستم مخك صح على البروبلم سولفينج علشان تقدر تبقى شاطر في هذه المهارة. يبقى اصعب مهارة في الطب ايه يا جماعة؟ مهارة الدايجنوز. طيب بما ان الدايجنوز هو اصعب مهارة في الطب، تعالوا نتكلم عنه شوية. انا مفروض اوصل للدايجنوز ازاي؟ بداية انا بسمع من العيان كومبلينت. الكومبلينت ده انا بفكر له فيه احتمالات كتيرة جدا، وكل ما معلوماتي تزيد اقدر اعرف السيمتوم الفلاني ده بيجي من ديزيزز ايه، وبعدين ابدأ اصفي هذه البوسيبيليتيز بمصفة الهيستوري فتقل، ادخل بعد كده بمصفة الاكزامينيشن تقوم تقل اكتر، لحد ما يتبقى لي غالبا 1 to 3 possibilities اسمهم differential diagnosis، وتجمعهم كلمة اسمها provisional diagnosis، واسمها الثاني clinical diagnosis. اقول لكم مثال. This is a case of hepatosplenomegaly with valor. ده اسمه ايه؟ provisional diagnosis. احتمالات المرض الفلاني والمرض الفلاني والمرض الفلاني اسمه ايه ده؟ differential diagnosis. يعني مثلا hepatosplenomegaly with valor احتمالاته ايه؟ تنفع chronic hemolytic anemia، وتنفع leukemia، وتنفع metabolic storage disease. ابدأ اعمل بقى مصفة الانفستيجيشن عشان اوصل من البروفيجنال diagnosis للديفينيتيف diagnosis. واضح انه كل ما تكون خبرتي اكتر، كل ما اتقن الهيستوري والاكزامينيشن، وبالتالي هيكون الديفرنشال دايجنوزيس بتاعي احتمالاته اقل،
ومن ثم هحتاج investigations أقل للوصول للديفينيتيف دايجنوزيس. إذا شطارة الدكتور تتناسب تناسبا عكسيا مع الانفستيجيشنز اللي بيطلبها. في ناس بالاكسبيرينس بتوصل انه بالهيستوري والاكزامينيشن تقدر تشخص، توصل للديفينيتيف دايجنوزيس يعني، مش في كل الحالات طبعا، لكن في الماجوريتي اوف كيس. وفي ناس اعلى من كده بتوصل انه at a glance he can diagnose، يعني بمجرد النظر يبص كده يقول لك ده كذا. any case which can be diagnosed at a glance this is called spot diagnosis. يبقى سمعنا كم كلمة diagnosis لحد دلوقتي؟ اللي بيطلع بالهيستوري والاكزامينيشن اسمه provisional diagnosis، واللي بيطلع بالinvestigations اسمه definitive diagnosis، طب واللي بيطلع بنظرة spot diagnosis. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نطبق الكلام ده عملي على الحالات اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها. الحالات اللي هتقابلها في حياتك، في عيادتك، في المستشفى، في الامتحان، اي مكان، الحالات اللي هتقابلها كلها تنقسم الى حاجة من اتنين ملهمش تالت، يا اما انها special case يا اما انها general case. يبقى الحالات اللي هقابلها كلها يا جماعة حاجة من اتنين، يا special case يا general case. special case المقصود بيها حاجة من اربعة: cardiology، الشيست، الجي اي تي، النيورو. الجنرال كيس، الجنرال كيس كل ما هو دون ذلك اسمه جنرال كيس. طب ليه التقسيمه ديت؟ لان السكيم بتاع الاكزامينيشن في المجموعه دي واحد، والسكيم بتاع الاكزامينيشن في المجموعه دي واحد. يعني لو حالتي سبيشال كيس، السكيم بتاعي اللي همشي عليه واحد في فحص حاله كارديولوجي او تشيست او جي اي تي او نيورو، اللي هو inspection, palpation, percussion and auscultation. طب لو حاجة تانية غير الأربعة دول general case برضو ليها سكيم واحد، بقيت الحالات كلها لها سكيم واحد في الاكزامينيشن، بتفحص تسع حاجات إن شاء الله نبقى نقولهم لما نتكلم على حالة من الحالات الجنرال. طيب احنا قلنا هنبدأ النهاردة بأول سيستم في الكلينيكال بيدياتريكس، ألا وهو الشيست. هبدأ معاكم بمقدمة فلسفية بس هتعجبكم على فكرة، وهتشوفوا ازاي هتقدروا تستفيدوا منها في الكلينيكال براكتس. أول خطوة زي ما اتفقنا إن احنا بنسمع من العيان إيه؟ كومبلينت. طيب عايزكم تتخيلوا معايا إنه كل سيستم في الجسم هيعين متحدث رسمي باسمه. سيمتوم معين هو الذي يمثل هذا السيستم، يتكلم باسمه. شرط التعيين هنا أن يكون هذا السيمتوم يخص الجهاز الفلاني أو أن علاقته به أكتر من أي جهاز آخر في الجسم. يعني عشان أبقى متحدث رسمي باسم السيستم الفلاني لازم أكون بخصه أكتر من غيره، وعلاقتي به أكتر من علاقتي بأي سيستم إيه آخر. طيب يا ترى كده مين السيمتوم اللي ينفع يكون المتحدث الرسمي باسم الكارديولوجي؟ ومين السيمتوم اللي ينفع يكون المتحدث الرسمي باسم الشيست؟ ومين السيمتوم اللي ممكن يكون المتحدث الرسمي باسم الجاسترونترولوجي؟ ومين السيمتوم اللي ممكن يكون المتحدث الرسمي باسم النيورولوجي؟ اسيبكم دقيقه تفكروا، ناخد فاصل ونرجع نكمل. Thank you.
ايه الاخبار؟ وصلتوا الحاجة؟ اقول لكم انا رأيي ايه. The most relevant symptom، المتحدث الرسمي باسم الشيست، is cough. يبقى تم تعيين الكاف كمتحدث رسمي باسم الشيست. The most relevant symptom، المتحدث الرسمي باسم الكارديولوجي. الحقيقة هو ما عينش واحد بس، هو عين اتنين، palpitation and orthopnea. The most relevant symptom، المتحدث الرسمي باسم النيورولوجي، برضو عين اتنين، قالك شمعنا كارديولوجي، convulsion and motor weakness. The most relevant symptom، المتحدث الرسمي باسم الجاستروانترولوجي، برضو عين اتنين، dyspepsia and disturbed bowel habit. واخدين بالكم من الفرق الجوهري بين الشيست وبين الاذر سيستمز؟ الشيست عين متحدث رسمي واحد فقط باسمه، بينما باقي السيستمز ما قدرتش تختار متحدث رسمي واحد بس عشان يتكلم باسمها. عارفين ليه؟ حد ذكي كده يقول لي ليه؟ ليه الشيست عين متحدث رسمي واحد بس بيتكلم باسمه، بينما بقيه السيستمز ما قدرتش تعمل كده؟ This is because cough is constantly present in any chest disease. بمعنى ان اللي ما بيكحش يبقى ما عندوش chest disease. ودي فايدتها ليا فايدة خطيرة جدا جدا جدا، ان بكلمة واحدة اقدر اعرف اذا كان العيان بتاعي ده عنده chest problem or not. هسأل سؤال واحد، بيكح ولا ما بيكحش؟ طلع ما فيش كاف، يبقى I have excluded chest problems وما ضيعش وقتي في فحص الايه؟ الشيست. طلع عنده كاف، يبقى غالبا في عنده chest problem ولازم اكمل السكه بقى معاه لحد الاخر. تمام يا جماعه المقدمه الفلسفيه دي؟ يا رب تكون عجبتكم. طيب من خلال الكلام اللي سمعتوه ده هسال سؤال للناس اللي مركزه معايا. هل ينفع يا جماعه يكون الكاف هو مفتاح التشخيص لاي حاله chest؟ هل ينفع اشرح عنوان اسمه differential diagnosis of cough؟ اكيد ما ينفعش. ليه؟ لانه قاسم مشترك في كل الشيست ديزيز زي ما اتفقنا، وبالتالي لو حاولت استخدمه as a key for diagnosis غالبا هيتوهني. طيب امال ايه العناوين المهمه اللي ممكن اتكلم عنها هنا فيما يخص الكاف؟ ايه العناوين المهمه اللي اقدر اتكلم فيها عن الكاف؟ هم عنوانين يا جماعه. العنوان الاول عايز اقول لكم امتى الكاف تزيد its diagnostic value ومن خلاله لوحده اقدر اشخص المرض. احنا اتفقنا ان هو قاسم مشترك في كل الامراض، بس في حالات اقدر استفيد بيه في التشخيص، وبالتالي بنقول ان كده الدايجنوستيك فاليو بتاعته زادت. امتى؟ لو انا حصلت على تو امبورتنت انفورميشن، يعني في تو كي بوينتس او تو كي انفورميشن اباوت كاف. لما تيجي تعمل اناليسيس للكاف ركز على النقطتين دول، لو اتوجدوا هقدر استفيد بيه جدا في التشخيص، وبكده تزيد اتس دايجنوستيك ايه فاليو. ايه هما التو كي بوينتس او التو كي انفورميشن اباوت كاف اللي يرفعوا اتس دايجنوستيك فاليو؟ نمره واحد type of cough، نمرة اتنين timing of cough. يبقى T type، T timing. type of cough إذا كان له special character، ونمرة اتنين timing. خدوا بالكم أنا بقول timing not time، لأنه time يعني relation to time بس، إنما timing يشمل relation to time and relation to activities زي exercise، eating، sleep، emotions، exposure to irritants. دي كلها relation to activities مهمة جدا. يبقى ده العنوان الأول، هعمل لكم جدول أحط لكم فيه لما يبقى الكف متوفر فيه special type أو special timing أشخص بيه المرض الفلاني. ده العنوان الأول. العنوان الثاني اللي عايز أتكلم فيه بالنسبة للكف حاجة مهمة جدا اسمها chronic cough. هذا الترم مهم جدا ان احنا نبقى عارفينه كويس، وكلمه chronic cough يعني cough with duration more than 4 weeks. لازم نكون عارفين الاسباب بتاعته ايه، مش كده وبس،
لازم كمان نحط له guidelines regarding the diagnostic workup and the treatment protocol. طيب نتكلم بقى عن الجدول اللي أنا هحط فيه في خانة the type and timing of cough وفي الخانة التانية its diagnostic value. أول مثال، لو قلت لك إن الكاف is nocturnal بيحصل at midnight and in the early morning and it increases with exercise with exposure to pets اللي هي الحيوانات المنزلية الأليفة with exposure to cold air with excitement يبقى تشخيصك أزمة until proved otherwise. على طول this is أزمة until proved otherwise. مثال تاني، لو قلت لك ان الكاف increase on lying down تشخيصك most probably post nasal drip او GERD gastro esophageal reflux disease. مثال ثالث، لو قلت لك ان الكاف increase with exercise يبقى diagnostic value للexertional cough ايه؟ نمرة واحد ازمة، نمرة اتنين اوعى تنسوا يا جماعة left-sided heart failure. لما يبقى في left-sided heart failure يعني pulmonary congestion دي تعمل exertional cough. And by the way, exertional cough is of more diagnostic importance than exertional dyspnea. Regarding left-sided heart failure, ال exertional cough أهم على فكرة، يعني ال specificity بتاعته أعلى في تشخيص ال left-sided heart failure. مثال رابع، لو قلت لك ان الكاف بيزيد during او after eating يبقى diagnostic value ان الحالة بتاعتي غالبا تكون ايه؟ aspiration problem. واحد عنده swallowing disorder مثلا وبالتالي بيحصل له recurrent aspiration وبالتالي يجيله كاف. يبقى قلت لكم اربع امثلة لكاف with special timing واقدر اشخص بيها أمراض إيه؟ nocturnal cough بيزيد بالإكسرسايز، البيتس، الكولد إير، الإكسايتمنت دي تساوي أزمة until proved otherwise. cough on lying down يبقى post nasal drip أو GERD. cough on exercise دي أزمة أو left sided heart failure. cough during or after eating دي تساوي recurrent aspiration. طيب تعالوا بقى نشوف cough with a special character. أول character مهمة ممكن أقابلها في أنواع الكاف اللي هسمعها هي البريسي كاف، أو اسمه الثاني باركينج كاف، أو اسمه الثالث ميتاليك كاف. لو سمعت بريسي كاف أو ميتاليك كاف أو باركينج كاف ده يساوي إيه؟ يساوي كروب. كروب يعني إيه؟ يعني extra thoracic airway obstruction. نسمع صوت البريسي كاف ونرجع تاني. واضح يا جماعة صوت البريسي كاف very characteristic، على طول عرفت ان حالتي كروب بمجرد ان انا اسمع. طيب special type تاني من الكاف اسمه paroxysmal cough واسمه التاني spasmodic cough. يعني ايه paroxysmal او spasmodic cough؟ يعني multiple coughs in one expiration، بيكح كذا كحة ورا بعض في نفس النفس من غير جاب في النص. نسمع كده ريكوردينج. Did you?
very characteristic الباروكسيزمال او الاسبازموديك كاف. اول ما اسمعه ده يساوي ايه؟ يساوي بيرتاسز او بارا بيرتاسز، ومش شرط يا جماعه ان يكون معاه هوب. طبعا لو فيه هوب خلاص هتشخص، انما باروكسيزمال كاف مش شرط يكون معايا هوب. فدي تساوي بيرتاسز او بارا بيرتاسز، وتساوي برضو ممكن فورين بودي انهاليشن. يبقى الاحتمالين اللي يجوا في دماغي اول ما اسمع باروكسيزمال كاف او سبازموديك كاف، الاحتمال الاول البيرتاسز او البارابيرتاسز، والاحتمال الثاني الفورين بودي انهاليشن. السبيشال تايب الثالث من الكاف اسمه ستاكاتو كاف. ستاكاتو يعني بيقطع، هو بالظبط زي الباروكسيزمال كاف اللي انتوا لسه سامعينه. يفرق عنه في حاجه واحده، انه في بوزس ما بين الكحه والثانيه، في فاصل بياخد نفس في النص. This is staccato cough، وده characteristic او diagnostic للكلاميديا نيمونيا. staccato cough يساوي كلاميديا. اخر نوع من the special type of cough اسمه honking cough. honking يعني زي الزمارة، short and loud sound. ومهم جدا نبقى عارفين ان this honking cough طول اليوم شغال، ولكنه absent during sleep. This is diagnostic for psychogenic cough. يبقى psychogenic cough usually بيبقى honking، ساعات بيبقى بيزار ملوش special type، ولكن لما تلاقيه honking and absent during sleep يبقى most probably psychogenic. اسمعكم كده صوت الهونكينج cough. ده مثال للهونكينج كاف اللي هو يساوي سايكوجينيك كاف. يبقى انا دلوقتي خلصت اول عنوان في الكاف اللي هو بيقول لي ان الكاف ممكن يبقى of very important diagnostic value لو كان له special type او special timing. نيجي بقى للعنوان الثاني اللي هو الكرونيك كاف. الكرونيك كاف يا جماعه بنهتم بيه ليه؟ لانه اولا هو prevalent. البريفلنس بنعبر عنها بمصطلحات، يا اما بنقول common او very common او uncommon او rare او very rare. لازم تعرفوا الفرق بين المصطلحات يا جماعه. كلمه common يعني نسبته اكتر من 1% بس اقل من 10%. اي مرض نسبته، نسبه انتشاره اكتر من 10% نقول عليه very common. ما بين 1 إلى 10% نقول عليه common. أقل من 1% نقول عليه uncommon. أقل من 1 في 1000 نقول عليه rare. طب أقل من 1 في 10,000 نقول عليه very rare. By the way، بالنسبة للrare and very rare diseases، rare يعني المرض نسبته أقل من 1 في 1000، وvery rare نسبته أقل من 1 في 10,000. أي مرض من دول يا جماعة لو قابلكم وعايزين تعرفوا معلومات عنه، لازم تبقوا عارفين كويس قوي موقع المنظمة العالمية للأمراض النادرة نورد. افتكروا كويس قوي المصطلح ده نورد. نورد يعني National Organization of Rare Disorders، لها موقع رائع على الانترنت، انصحكم كلكم بانكم تسيفوه عندكم علشان ترجعوا له لو قابلكم اي مرض نادر وعايزين تعرفوا تفاصيل عنه. يبقى الكرونيك كاف its prevalence is common between 5 to 10%. يعني ايه chronic cough؟ chronic cough يعني cough duration more than 4 weeks. يبقى اي حد بيكح اكتر من 4 اسابيع اقول ان هو عنده chronic cough. كل الجايد لاينز متفقة على انه ال 4 weeks تبقى هي الكات اوف بوينت للchronic cough، ولكن الاختلاف الوحيد بس البريتش جايد لاينز، يعني الامريكان والكنديان والاستراليان جايد لاينز كلها متفقه على الفور ويكس ديوريشن. الوحيده اللي اختلفت هي البريتش جايد لاينز، وهقول لكم فكرتها كانت ايه. يعني هي اللي بتحط 8 ويكس ديوريشن عشان تقول كرونيك كاف. بالنسبه للاكيوت كاف يعني كاف less than 2 ويكس ديوريشن. يبقى الكحه لو قعدت 4 اسابيع اقول عليها كرونيك كاف. الكحه لو قعدت اقل من اسبوعين اقول عليها اكيوت كاف. ايه فكره اسبوعين واربع اسابيع؟ الفكره انه
القصة بتبدأ دايما أكيوت كاف، تمام؟ The most common cause of acute cough is viral upper respiratory tract infection. What is the natural history of cough due to viral upper respiratory tract infection? وجدوا أنه 75% من الحالات recover within 2 weeks. الكحة بتقعد ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وعلى أسبوعين 3 أرباع الحالات بتكون خفت من الكحة تماما. طب والباقي؟ لقوا أنه لما أوصل لليوم 25 تقريبا 90% من الحالات بتكون خفت عنها الكحة. 90% of cases cough recovers within 25 days. عشان كده كل الجايد لاينز قالت لك خلاص هناخد ال 4 weeks، يبقى هي دي الكات اوف بوينت اللي لو الكحة قعدت اكتر منها اقول عليها كرونيك كاف. يعني ال 10% دي مش هي اللي هتخليني ان انا ازود الديوريشن، فقالوا 4 اسابيع. اما البريتش جايد لاينز قالت لك لا، ده لسه باقي 10%، وغالبا دول لو كانوا سبب من اسباب الاكيوت كاف بيخفوا على شهرين، فقال لك 8 ويكس تبقى هي الكات اوف بوينت. طيب ما بين اسبوعين الى 4 اسابيع، يعني اقل من اسبوعين انا اكيوت كاف، اكتر من 4 اسابيع انا كرونيك كاف. طب ما بين اسبوعين الى 4 اسابيع، this is a gray area، بيتقال عليها ساعات sub acute cough، او يتقال عليها persistent cough، او يتقال عليها prolonged cough. يبقى دي المصطلحات المختلفة in relation to the duration of the symptom، chronic ولا acute ولا sub acute. نقطة مهمة جدا بقى يا جماعة، دلوقتي لو انا قلت لك ايه هي اسباب الكرونيك كاف، بقى لاحظ ان في وجهة نظر شائعة ولكنها خاطئة. وجهة النظر دي بتقول انه الكرونيك كاف يساوي أزمة until proved otherwise. This is a misconception يا جماعة. Chronic cough alone تساوي أزمة until proved otherwise، كلام غير صحيح. ليه؟ Because chronic cough as an isolated symptom is a poor marker of أزمة. يعني chronic cough لوحده is a poor marker of أزمة. ولذلك كل الأزمة guidelines بتقول ايه؟ شوفوا الجملة الخطيرة دي، وكل الجايد لاينز بتاعت الأزمة متفق عليها. A diagnosis of asthma should not be made if cough is the only presenting symptom and you should consider other diagnoses. Think. A diagnosis of asthma should not be made if cough is the only presenting symptom and you should consider other diagnoses. طيب امتى اقول على الكرونيك كاف انها ازمة until proved otherwise؟ يعني كرونيك كاف لوحدها كده لا، ما اقولش عليها ازمة until proved otherwise. طب امتى اقول عليها انها ازمة until proved otherwise؟ لو توفرت فيها الشروط الاتية. الشرط الاول انها بتزيد بثلاث حاجات، والشرط الثاني انها اسوشيتد بثلاث حاجات. يبقى لو لقيت الكرونيك كاف بتزيد بحاجه او اكتر من الثلاثه دول، واسوشيتد بحاجه او اكتر من الثلاثه دول، ساعتها اقول ان دي موست بروبابلي ازمه، ان دي ازمه until proved otherwise. ايه هم بقى الشروط؟ اول حاجه تزيد بثلاث حاجات، تزيد at night time and in the early morning، تزيد بالاكسرسايز، تزيد بالإكسبوجر تو بيتس أو كولد إير أو إكسايتمنت. يبقى تزيد بثلاث حاجات، ثلاث حاجات هما بالليل مع الإكسرسايز، بالإكسبوجر تو بيتس أو كولد إير أو إكسايتمنت. الشرط الثاني أسوشيتد بثلاث حاجات، أول حاجة ويز أند أور ديسنيا، ثاني حاجة بوزيتيف بيرسونال هيستوري أند أور فاميلي هيستوري أوف أتوري. ان يبقى معاها personal history يعني في نفس العيان and or family history الاب او الام او الاخوات of atopy. تالت حاجة good response to bronchodilators. يبقى انا دلوقتي قلت لكم chronic cough يعني cough with more than 4 weeks duration، وانه الكلام اللي كتير فاهمين انه chronic cough alone يساوي ازمة until proved otherwise كلام غير صحيح. قلنا a diagnosis of asthma should not be made if cough is the only presenting symptom، وانه you should consider other diagnoses. وبعدين استطردنا قلنا طب امتى اقول على chronic cough انها asthma until proved otherwise؟ قلنا لو توفرت فيها الشروط الاتيه:
الشرط الاول انه يزيد بحاجه او اكتر من ثلاث حاجات، والشرط الثاني انه يبقى اسوشييتد بحاجه او اكتر من ثلاث حاجات. يزيد بحاجه او اكتر من ثلاثه، انه يحصل بالليل، انه يحصل بالاكسرسايز، انه يحصل بالاكسبوجر تو بيتس او كولد اير او اكسايتمنت. اسوشييتد بحاجه او اكتر من ثلاث حاجات اللي هم ويز اند اور ديسنيا، بوزيتيف بيرسونال هيستوري اند اور فاميلي هيستوري اوف اتوبي، جود ريسبونس تو برونكو دايليتورز. كلام جميل. طيب حضرتك بتقول لي دلوقتي انه الكرونيك كاف ما هياش ازمه وانتيل برود اذروايز وخلاص، ده في ليستد اسباب. طب ما تقول لي بقى الديفرنشال دايجنوزيس اوف كرونيك كاف ان ذا بيدياتريك ايج جروب. زي ما اتفقنا مع بعض في المحاضره اللي فاتت، لما اجي اتكلم عن اي ديفرنشال دايجنوزيس، احسن طريقه لعرض الديفرنشال دايجنوزيس ايه يا جماعه؟ ان انا اقول انا هفكر الاول في الموست كومن كوزز، وبعدين افكر في الموست سيريس كوزز، وبعد كده احط الاذر بوسيبيليتيز ان بتوين. فانا عايزك دلوقتي تقول لي مين هم الموست كومن كوزز اوف كرونيك كاف، ومين هم الموست سيريس كوزز اوف كرونيك كاف، وبعدين بعد كده نحاول نرص الاسباب الاخرى. مين الموست كومن كوزز اوف كرونيك كاف في الاطفال يا جماعه؟ طبعا نمره واحد ازمه، جميل. نمرة 2 بوست نيزل دريب. نمرة 3 جيرد جاسترو اوسوفيجيال ريفلوكس ديزيز. يبقى اول كاتيجوري اللي هي الموست كومن كوزز اللي انا لازم اقولها في الاول ولازم افكر فيها في الاول لما اقابل حاله كرونيك كاف، اللي هم ازمه، بوست نيزل دريب، اند ريفلوكس. طيب المجموعه الثانيه اللي هم الموست سيريس كوزز اللي زي ما اتفقنا قبل كده لازم افكر فيهم تاني حاجه. ليه؟ علشان لا انا اروح في داهيه ولا العيان يروح في داهيه لو هم مسد مني. فمين الموست سيريس كوزز اوف كرونيك كاف ان ذا بيدياتريك ايج جروب؟ نمره واحد انهيلد فورين بودي. محدش ينسى الفورين بودي يا جماعه في اي حاله كاف. طبعا لو انا حد كبير هيبقى نمره واحد في الموست سيريس كوزز ايه؟ برونكوجينيك كارسينوم، مظبوط؟ انما في الاطفال الموست سيريس كوزز نمره واحد انهيلد فورين بودي. طب نمرة 2؟ نمرة 2 تي بي. صحيح ما بقاش انديميك زي زمان، وصحيح ما بقيناش نقول زي زمان. فاكرين زمان كنا نقول كرونيك كاف تبقى تي بي اور نوت تي بي؟ عارفين الجملة الخالدة بتاعت شكسبير تو بي اور نوت تو بي؟ فاحنا كنا برضو في كرونيك كاف نقول تي بي اور نوت تي بي. فما بقاش ذات كومن زي زمان، ولكن لازم يبقى في الحسبان علشان ما يبقاش ميس ديميني. تاني حاجة في الموست سيريس كوزز اوف كرونيك كاف أنا بحطها وعايز أنوه عليها جدا 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 بالنسبة لكم، لأنه حرام العيال دي بتتظلم، سيستيك فايبروزز. سيستيك فايبروزز دي تالت حاجة تحطوها في الموست سيريس كوزز يا جماعة. السيستيك فايبروزز طبعا هو مرض جينيتك، وطبعا هو رير ديزيز، يعني ما هوش كومن، طبعا هو رير. رير يعني نسبته اقل من 1 في الالف، هي النسبه تقريبا 1 في 2500 ان جنرال بوبوليشن. ولكن لو انا هدور عليه في الجنرال بوبوليشن اقول لك ماشي، يعني هتضيع وقت كتير على الفاضي. انا مش هدور عليه في الجنرال بوبوليشن يا جماعه، انا حاطه ضمن الديفرنشال دايجنوستس بتاع الكرونيك كاف اللي هو تقريبا صفه ثابته في فوق 90% من حالاته. عارفين لو انا دورت عليه في الاطفال اللي عندهم كرونيك كاف اسوشيتد وذ فيلير تو ثرايف، بدل ما كان نسبته في الجنرال بوبوليشن 1 في 2500، نسبته في العيال اللي عندها كرونيك كاف مع فيلير تو ثرايف توصل ل 25% يا جماعه. 25%، خاصه لو قلت لكم معلومه الواحد ياسف ليها بشده، نص حالات السيستيك فايبروزيس بتبقى ديليد دايجنوزيس وبتتشخص عن سن 18 سنه للاسف الشديد. يبقى حطوها في دماغكم في اي حد جاي بكرونيك كاف ومعاه فيلير تو ثرايف. يبقى انا قلت ايه بقى دلوقتي؟ قلت ثلاثه موست كومن كوزز، وقلت ثلاثه موست سيريس كوزز. تمام؟ ثلاثه موست كومن كوزز ازمه، بوست نيزل دريب، ريفلكس. ثلاثه موست سيريس كوزز انهيلد فورين بودي، تي بي، سيستيك فايبروزز. طيب بعد ما قلت الموست كومن والموست سيريس، تعالوا بقى نحط الاذر كوزز ان بتوين. مين بقى الاذر كوزز اللي ممكن تعمل لي كرونيك كاف يقعد اكتر من اربع اسابيع؟ مثلا انفكشن.
بس ما تختارش اي انفكشن، اختار البرولونجد انفكشن. برولونجد انفكشن زي مين؟ زي برتاسز، زي ادينو فيروس، زي مايكوبلازما، زي كلاميديا. تمام؟ يبقى اول سبب في الاذر كوزز بقى برولونجد انفكشن، فور اكزامبل برتاسز، ادينو فيروس، مايكوبلازما، كلاميديا. سبب تاني ريكارنت انفكشن، لو حد عنده immune deficiency بكل انواع immune deficiency هيجي له recurrent chest infection وبالتالي هيبقى عنده chronic cough. سبب ثالث recurrent aspiration، لو واحد عنده swallowing disorder مثلا tracheoesophageal fistula achalasia of the esophagus neurogenic problem عامله له swallowing disorder صح، فهيبقى عنده recurrent aspiration تعمل له chronic cough. سبب كمان primary ciliary dyskinesia اللي هي الاموتايل سيليا سندروم. سبب كمان suppurative lung disease وعلى رأسها البرونكيكتسيز. سبب كمان congenital lesion سواء في الايرواي او في اللنج. congenital lesion في الايرواي زي مثلا تراكيو برونكوماليشيا vascular ring الى اخره، أو congenital lesion في اللنج، lung cyst، sequestered lobe إلى آخره. سبب كمان مهم جدا يا جماعة congenital heart disease، بس لما اختار congenital heart disease اختار مين؟ اختار العيال اللي بيبقى عندهم left to right shunt وبالتالي يحصل pulmonary plethora وبالتالي يبقى عندهم chronic cough ويجي لهم recurrent chest infection صح؟ يبقى congenital heart disease especially left to right shunt. سبب كمان يا جماعة ما تنسهوش أبدا أبدا أبدا، سيمبل جدا، سبب سهل جدا وكومن جدا وممكن يبقى ميست. إيه هو؟ passive smoking. passive smoking وممكن كمان تبقى active smoking في الأدوليسنس. سبب كمان psychogenic cough، لسه قايلين دلوقتي psychogenic cough نسبتها بتوصل up to 10% من حالات الكرونيك cough. psychogenic cough وأهم صفة ليها زي ما اتفقنا إيه؟ انها absent during sleep، ان الكحه بتبقى غير موجوده والطفل نايم. بعد كل الاسباب اللي احنا قلناها دي كلها ساعات ما بوصلش لحاجه، ما لقيتش حاجه من كل اللي فات ده، قعدت ادور ما لقيتش حاجه من كل اللي فات ده، فبيحطوا عنوان اخير اسمه non specific isolated cough. non specific لانه لا يخص اي مرض من الامراض اللي انا قلتها لك دي كلها. non specific isolated cough كحه مزمنة وفقط. عارفين دي نسبتها كام؟ بتوصل up to 20% of cases. شرط ان انا اشخص تشخيص نهائي ان دي non-specific isolated cough ان اولا يكون well child، الحالة العامة جيدة معقولة. الشرط الثاني no identifiable cause، لا بالhistory ولا بالexamination ولا بالinvestigations اللي احنا هنقولها دلوقتي. يبقى well child و no identifiable cause by any means this is non-specific isolated cough ونسبته up to 20% of cases of chronic cough. طب سببه ايه ده؟ usually بتكون البداية viral infection وبعدين يحصل post viral cough ويبقى نطول معاك انه يبقى chronic cough. طب ايه سببه؟ سببه قال لك ان بيحصل increased cough receptor sensitivity، يعني بيحصل up regulation للcough receptors فتبقى more sensitive عن الاول فتخلي الكحة تطول. تطول قد ايه؟ يعني البروجنوزس بيبقى كويس، نطمن العيان. ويعني ساعات في ناس يقول لك اديهم دول الفئة دي ممكن اديها الكافم دي، يعني كل اللي فات ده بحتاجش cough medication يا جماعة، انما ممكن في المجموعة دي نحتاج cough medication. وإنما أهم حاجة إن أنت تري أشهر العيان إن القصة بتنتهي في ما بين شهرين إلى ثلاث شهور. طيب أسمرايز بقى الديفرنشال دياجنوز كرونيك كاف إن ذا بيدياتريك إيج جروب، موست كومن كوزز أزمة، بوست نيزل دريب، ريفلكس، موست سيريس كوزز إنهيل فورين بودي، تي بي، سيستيك فايبروزس. أذر كوزز زي برولونجد إنفكشن، recurrent infection immune deficiency، recurrent aspiration swallowing disorder، primary ciliary dyskinesia، suppurative lung disease، congenital airway or lung disease،
congenital heart disease with left to right shunt, passive smoking, psychogenic, and lastly, non-specific isolated cough. آخر حاجة في الكرونيك كاف يا جماعة الجايدلاينز. الجايدلاينز بتقول لي أمشي في حالة كرونيك كاف إزاي. أنا دلوقتي عرفت الأسباب في دماغي, الأسباب بتاع كرونيك كاف. طيب what is the management pathway put by the different guidelines. الحقيقة في تقارب كتير في الجايدلاينز اللي اتحطت للمانجمنت اوف بيدياتريك كرونيك كاف. الخطوة الأولى حاجة اسمها روتين بيزلاين انفستيجيشن. طبعا الكلام ده بعد ما خدت هيستوري وعملت اكزامينيشن كويسين, تمام. ايه البيزلاين انفستيجيشن او ايه الروتين انفستيجيشن اللي ابدا بيها في الحالات ديت؟ نمرة واحد chest x-ray in all cases. اي حد كرونيك كاف لازم هعمل chest x-ray, كل الجايد لاينز متفقة في كده. نمرة اتنين spirometry, بما ان الأزمة هي الموست كومن كوز يبقى سبايروميتري يتعامل لكل الحالات. بس طبعا بالنسبة للأطفال مش هقدر أعمله إلا في older children above 6 years عشان يبقى الطفل compliant معاه. في حاجة تالتة, أيوة برونكوسكوبي. في كل الحالات هعمله؟ لا, برونكوسكوبي when foreign body is suspected. طبعا أنا ممكن أعمله لأسباب أخرى وأشخص بيه حاجات أخرى, بس أنا بتكلم امتى احطه كبيزلاين انفستيجيشن لاي حاله كرونيك كاف لما تبقى شاكك في فورين بودي. طب وانت امتى بتشك في فورين بودي؟ اولا لو كان في سادن اونست وذ بروجريسيف كورس, حصل مره واحده والكورس بتاعه بيسوء مع الوقت. هتقول لي طيب برضو لو في هيستوري اوف شوكينج. طبعا لو في هيستوري اوف شوكينج ممتاز, هيخليك تشك جدا, بس هيستوري اوف شوكينج مي بي ابسنت. الحاجة الثالثة لو في positive chest x-ray finding. positive chest x-ray finding طبعا تخلي ال foreign body is highly suspected, ولكن ناخد بالنا انه ال x-ray finding بتبقى absent in 20 to 40% of cases of foreign body inhalation في الأطفال. بيبقى الروتين investigation اللي هعملها للكرونيك كاف chest x-ray كل الحالات, spirometry في الأطفال أكتر من 6 سنوات, برونكوسكوبي لو الفورين بودي از سسبكتد. في حاجه رابعه يا جماعه في الروتين او في البيزلاين انفستيجيشنز, حاجه رابعه بقولها دايما في اي سيمتوم, يقول لك ايه البيزلاين انفستيجيشنز بتاعته. بعد ما تخلص البيزلاين انفستيجيشن اكتب رقم اضافي اللي هو other tests as indicated by the clinical picture. يبقى نمره 4 other tests to be done if indicated by the clinical picture. تمام كده؟ يعني مثلا حد مثلا عنده فيفر ومطولة وباد جنرال كونديشن, يبقى هتقول لي اعمل ايه؟ اعمل كالتشر. في حد مثلا عنده كلابينج, هتقول لي ده انا كده شاكك في البرونكيكتاسيس وهحتاج اعمل سي تي تشيست. حد مثلا عنده كونتاكت مع توبركلوس كيس وما لقيتش مثلا البي سي جي فاكسين سكار, يبقى ساعتها هعمل توبركلين, هعمل كالشر ميديا للتي بي, هعمل بي سي ار للتي بي, مش كده؟ دي اذر تيستس. يبقى الروتين بيزلاين انفستيجيشنز لاي حاله كرونيك كاف يا جماعه, chest x-ray in all cases, spirometry in older children above 6 years, bronchoscopy when foreign body is suspected, other tests if indicated by the clinical picture. طيب افرضوا يا جماعه انا عملت البيزلاين انفستيجيشنز دي وما وصلتش لحل, هل اكمل بعد كده؟ يعني هل اخش بقى في الادفانسد انفستيجيشنز, اعمل سي تي على التشست, اعمل سي تي على الساينسز, اعمل برونكوسكوب وهكذا؟ قال لك لا, اتفقت الجايد لاينز ان مسموح لك لو البيزلاين انفستيجيشنز اللي اتفقنا عليها ديت طلعت نيجاتيف and no specific pointers to disease etiology, قبل ما تعمل ال further advanced and expensive investigations, it's allowed ان انت تعمل therapeutic trials. It's allowed to give therapeutic trials. Approved. الكلام ده approved يا جماعة. طب هعمل therapeutic trials اللي ايه؟ the most common causes اللي ليها علاج واضح وصريح وشخصها بالاستجابة لهذا العلاج. يعني مثلا It's allowed ان انت تعمل trial of inhaled steroid for suspected cough
فيريانت أزمة. يبقى لو أنا شاكك في كاف فيريانت أزمة مثلا إن العيان ده عنده strong family history of atopy، فخلتني أشك جدا إن الحالة دي إيه؟ إن الحالة دي كاف فيريانت أزمة، يبقى ساعتها أقدر إن أنا أعمل trial وأديله inhaled steroids for 2 to 4 weeks وأشوف الريسبونس. تاني حاجة allowed إن أنا أعملها trial of nasal steroid plus antihistamine، ده لمين؟ للsuspected post nasal drip. لو الحالة suspected إنها post nasal drip يبقى it's allowed إن أنت تعمل trial بإيه؟ بنيزل استيرويد للsuspected post nasal drip اللي هي due to allergic rhinosinusitis. تالت حاجة مسموح إن أنا أديها therapeutic trial هي حاجة اسمها protracted bacterial bronchitis. Protracted يعني persistent. Persistent bacterial bronchitis. المفروض حالة bronchitis في خلال أسبوعين ثلاث أسابيع تخف. ساعات القصة بتطول أكتر من أربع أسابيع. وفي نظريات كتير قوي دلوقتي بتقولك إنه البروتراكتد bacterial bronchitis لو سبتها من غير علاج ممكن تقلب ببرونكيكتاسيس بعد كده. ولذلك قالك إدي therapeutic trial with empiric antibiotics for suspected protracted bacterial bronchitis. آخر therapeutic trial مسموح بيها إن أنت تدي proton pump inhibitors PPI للsuspected GERD. النقطة دي بس بالذات هي اللي في خلاف عليها، يعني الجايدلاينز كلها متفقة إن ممكن أدي therapeutic trial of inhaled steroid، ممكن أدي therapeutic trial of nasal steroid، ممكن أدي therapeutic trial of antibiotics. أما حتى therapeutic trial of PPI من غير ما تأكد تشخيص الجيرد دي في اختلاف عليها الحقيقة. يعني في guidelines يقولك لا لازم تعمل 24 hour esophageal pH test، ان انت تدخل pH probe في الأسوفيجس وتعمل 24 hour monitoring لل pH عشان تشخص ان الحالة دي فعلا جيرد قبل ما تبدأ لها ال PPI. وفي guidelines تانية بتقول لك لا ممكن ان انت تعمل therapeutic trial لل chronic cough cases suspected of having GERD بان انت تديها PPI for 4 weeks. ده يا جماعة المانجمنت pathway بتاع البيدياتريك chronic cough. عرفنا مين الروتين او البيزلاين investigations، وعرفنا ايه therapeutic trials اللي مسموح ان انا اديها للعيان even لو انا ما وصلتش لديفينيتيف diagnosis. كده نبقى خلصنا النص الاول من المحاضرة يا جماعة اللي هو يخص الهيستوري بتاع الشيست، وشرحنا بالتفصيل كل ما يتعلق بالمتحدث الرسمي باسم الشيست في الهيستوري اللي هو الكاف. هناخد ريست ونكمل بقى النص التاني بتاع المحاضرة اللي هو understanding lung auscultation. ريست ونكمل ان شاء الله. نتكلم بقى دلوقتي يا جماعه عن الكلينيكال اكزامينيشن اوف تشيست كيسز. احنا اتفقنا مع بعض انه التشيست ده سبيشال كيس ولا جنرال كيس؟ سبيشال كيس، وبالتالي ينطبق عليه السكيما بتاعه اي سبيشال كيس. وات از ذا ايديا بيهايند الكلينيكال اكزامينيشن بتاع التشيست او اي سبيشال كيس؟ بالظبط زي واحد رايح يستكشف مكان، اول حاجه هيعملها ايه؟ هيبص بعينيه كده، ادي الانسبكشن. طيب والاعمى؟
بدل الانسبكشن بيعمل ايه؟ بيحسس بالبيشن. لقى الباب مقفول يقوم يعمل ايه؟ بيخبط. اسمه ايه ده؟ بيركشن. وبعدين مرضيوش يفتحوله يقوم يعمل ايه؟ يتصنط. اسمه ايه ده؟ اوسكالتيشن. هو ده بالظبط السيكونس اوف كلينيكال اكزامينيشن اللي بعمله في اي سبيشال كيس اللي من ضمنها الشيست. انسبكشن، كيرفول يوز اوف يور ايز. بالبيشن، كيرفول يوز اوف يور هاندز. بيركشن، كيرفول يوز اوف يور فينجرز. اند اوسكالتيشن، كيرفول يوز اوف يور ايرز. يعني هنقعد نحايل في العيان لحد ما نعرف نوصل معاه الحل اللغز اللي هو ايه؟ الدايجنوز. طبعا انا هسيب الجزء بتاع الانسبكشن والبالبيشن والبركاشن على اساس الكلام سهل وتطبيقه على العيان سهل. مشكلة الشيست يا جماعة في الاوسكالتيشن. اللانج اوسكالتيشن بعلق على حاجتين اساسيتين. حاجتين اساسيتين ايه هما؟ البريث ساوندز والادفنتيشيوس ساوندز، صوت النفس ولو في اي اصوات اضافيه اخرى. يبقى حاجتين اساسيتين بعلق عليهم في اللونج اوسكالتيشن، البريث ساوندز والادفنتيشيوس ساوندز. في حاجه ثالثه اسمها فوكال ريزونانس، هيجي ذكرها في وسط الايه؟ الكلام. طيب هعلق على البريث ساوندز وعلى الادفنتيشيوس ساوندز. مين الاصل؟ الاصل هي البريث ساوند، يبقى لازم اعلق عليهم الاول وبعد كده اقول اذا كان في معاهم ادفنتيشيوس ساوندز اور نوت. دلوقتي هحاول الخص لكم حكايه البريث ساوندز والادفنتيشيوس ساوندز بطريقه جميله ومبتكره اعتقد ان محدش سمعها قبل كده. الهدف من كده ايه؟ اولا ان عمركم ما تنسوها، ثانيا تقدروا تطبقوها على الحالات بتاعه الشيست في البراكتس وتطلعوا الفايندنج بمنتهى السهوله وتشخصوا بمنتهى السهوله. يعني هيبقى الشيست اوسكالتيشن متعه بالنسبه لكم. نبدا بالبريست ساوندز. اوعى تكونوا فاكرين يا جماعه انه البريست ساوندز دي عباره عن صوت خبط الهواء في السماعه لما بحطها على الشيست وول. غلط. لانه الهواء على ما بيوصل في الاخر خالص يمه الشيست وول بيكون ملوش صوت. امال هي سببها ايه؟ سببها the turbulent flow of air in the trachea and large airways. يبقى البريست ساوند سببها ايه؟ التربلنت فلو للهواء وهو ماشي في التراكية واللارج ايرويز، خاصة ان السيستم ماشي يا اما دايفيرجنج اثناء الانسبيريشن يا اما كونفيرجنج اثناء الاكسبيريشن. فلما يخبط الهواء في الوول بتاعه اللارج ايرويز هيطلع لي اصوات مختلفه في الفريكوانسي اللي هو تردد الصوت، وبالتالي هتبقى مختلفه في البيتشز اللي هي طبقه الصوت. هذه الاصوات تنطلق وتنتشر وتتوغل ويوصل البعض منها للشيست وول بحيث اقدر اسمعه بالسماعة. يبقى هذه الأصوات منها ما هو high frequency يعني high pitched، ومنها ما هو low frequency يعني low pitched، ومنها ما هو intermediate. يطلعوا كم عددهم كده؟ اوعوا تقولوا ثلاثة. لا، innumerable أو countless يعني spectrum of sounds. هذا spectrum of sounds اللي بيطلع لي له two extremes. One extreme is vesicular sound. The other extreme is bronchial sound. تمام؟ تاني. البريست ساوندز اللي بنسمعها يا جماعة سببها ايه؟ سببها the turbulent flow of air في التراكية واللارج ايرويز. الهواء بيخبط في الوول بتاع اللارج ايرويز فبيطلع لي أصوات مختلفة. هذه الأصوات المختلفة لها two extremes. One extreme اسمه vesicular sound والتاني اسمه bronchial sound. تعالوا بقى نعمل الجدول اللطيف ده عشان نقارن بين الاتنين. نقارن بين ال vesicular breath sound وال bronchial breath sound. كل واحد منهم ليه ميزة وليه عيب.
كل صوت من الصوتين دول الفيزيكولر والبرونكيال له ميزة وله عيب. يعني مثلا الفيزيكولر ساوند، ايه الميزة بتاعت الفيزيكولر ساوند؟ الفيزيكولر ساوند ده لو فريكوانسي ساوند، ده الاكستريم بتاع لو فريكوانسي، لو فريكوانسي ساوند. طب ايه الميزة بتاعته؟ الميزة بتاعته بما انه لو فريكوانسي يبقى الويف لينث اللي ما بين، كلام ده فيزيكس، الويف لينث اللي ما بين موجات الصوت هتزيد. طالما الفريكوانسي قليلة يبقى الويف لينث ما بين الموجات ايه؟ طويلة. ولما الويف لينث بتزيد يبقى كده هيبقى ليه جود بنتريشن، يعني سريع الانتشار. يبقى الميزة بتاعت الفيزيكولار ساوند انه له جود بنتريشن. طب والعيب بتاعه؟ العيب بتاعه واضح، هو لو فريكوانسي وبالتالي هيبقى لو بيتشد، يعني حدة الصوت اقل، وفي نفس الوقت له soft character، اذا هيكون less dominant لو اتواجد مع صوت تاني. يبقى دول الميزة والعيب بتوع الفيزيكولار ساوند. ميزته انه سريع الانتشار، بس عيبه انه less dominant لو اتواجد مع صوت اخر هيبقى less dominant. طب البرونكيال ساوند عكسه، البرونكيال ساوند ده الاكستريم بتاع الهاي فريكوانسي. يبقى ايه العيب بتاعه؟ العيب بتاعه بما ان الفريكوانسي زادت يبقى الويف لينث ايه؟ قل، وبالتالي هيبقى ليه باد بنتريشن، يعني ضعيف الانتشار، اسمعه في مكانه انما ما يعرفش ينتشر. انما الميزه بتاعته ايه بقى البرونكيال ساوند؟ انه هاي فريكوانسي وبالتالي هاي بيتشد، يعني حده الصوت اعلى، وفي نفس الوقت له هولو كاركتر، وبالتالي هيكون مور دوميننت لو اتوجد مع صوت اخر. دي اهم نقطه يا جماعه تفرقوا فيها ما بين الفيزيكولار ساوند والبرونكيال ساوند، اهم نقطه. اما بقى اللي هيقعد يقول لك الانسبيريشن تو اكسبيريشن ريشيو، او في جاب ولا مفيش جاب بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، اولا مش براكتيكال، وثانيا لو ركزت على اكتر من صفه في نفس الصوت مش هتعرف ان انت توصل لنتيجه. فاحنا دايما بنركز على حاجه واحده نعرف ده الصوت ده فيزيكولار ولا برونكيال. ايه هي اهم حاجه؟ انه الفيزيكولار زي ما اتفقنا انه لو بيتشد وبالتالي هيبقى ليه سوفت كاركتر، بينما البرونكيال هاي بيتشد وبالتالي بيبقى ليه هولو كاركتر. خلاص، وعرفنا ميزه الفيزيكولار ايه وعيب الفيزيكولار ايه. ميزه الفيزيكولار انه له جود بنتريشن، وعيبه انه ليس دوميننت لو اتواجد مع صوت اخر، بينما البرونكيال ميزته ان ليه شارب او هولو كاركتر، وعيبه انه ضعيف الانتشار. واضحه المقارنه دي بالاثنين؟ تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الحالات اللي هنسمعها. واحد ذكي ممكن يسالني سؤال يقول لي الله انت بتصعب العمليه ليه؟ ما برونكيال يعني طالع من البرونكال، وفيزيكولار يعني طالع من الفيزيكلز من الالفيولاي وخلاص. اقول له للاسف الشديد معلومه خاطئه. اوعى يكون حد فاكر يا جماعه لحد دلوقتي ان الفيزيكولار بريث ساوند مصدره هو الالفيولاي. فيزيكولار بريث ساوند از ا ميس نومر. ليه ميس نومر؟ لانه بيعطي فولس امبريشن كما لو كان فعلا اوريجينيتنج ات ذا الفيولار ليفل which is wrong. فمحدش يتصور ان الفيزيكولار ساوند مصدره من الايه؟ من الالفيولاي. كل اصوات البريس ساوند طالعه منين؟ طالعه من اللارج اير ويز. ليه؟ لانه البريس ساوند كانوت بي جينيريتد اد الفيولار ليفل. ليه؟ لان الاير فلو اللي ماشي في الترنال برونكيولز والالفيولاي بيبقى لامينار فلو، لامينار فلو، واللامينار فلو انتوا عارفين ان هو سايلنت فلو. فما فيش صوت بيطلع في الترنال برونكيولز ولا في الالفيولات، اصوات البريستاونز كلها طالعه من فوق من اللارج اير ويز، وبالتالي فيزيكولار ساوند اذا مس ايه؟ اذا مس نومر. طيب تعالوا بقى نحسب مع بعض الحسبه دي ونستنتج ايه اللي ممكن نسمعه في الحالات المختلفه. النورمال لانج يا جماعه بتبقى ريتد اور نوت؟ ريتد. والهواء ده باد كوندكتور اوف ساوندز ولا جود كوندكتور اوف ساوندز؟ ما تجاوبوا. باد كوندكتور اوف ساوندز. السوليدز يا جماعه جود كوندكتور اوف ساوندز، بينما الاير باد كوندكتور اوف ساوندز. عارفين الكلام ده ولا لا؟ يعني مثلا
لو انا عايز اتصنط على اتنين بيتكلموا مع بعض في اوضه مقفوله، ما جيش احط ودني على فتحه الباب مش هسمع كويس. امال اعمل ايه؟ تنام على الارض وتحط ودنك على البلاط، هتلاقي نفسك جوه معاهم على طول. انما المهم المعلومه هي انه السوليدز ار جود كوندكتور اوف ساوندز، بينما الاير باد كوندكتور اوف ساوندز. يعني سوليدز بتوصل الساوندز اسرع ب 15 مره من الهواء. طيب انا النورمال لانج زي ما اتفقنا انها ايريتد، والهواء ده باد كوندكتور اوف ساوندز، يبقى اللي هيعرف يعدي فيها مين؟ اللي ليه جود بنتريشن، اللي هو مين؟ الفيزيكولار ساوند. يبقى لما احط السماعه بتاعتي على الشيست طول هسمع ايه؟ فيزيكولار بريذنج. لوحده ولا مع حد تاني؟ اونلي. اسمعه لوحده، ما هو التاني مش عارف يوصل يا جماعه لانه ليه باد بنتريشن. واضح ولا مش واضح؟ خلاص، يبقى النورمال لانج ايريتد والهواء ده باد كوندكتور اوف ساوندز، يبقى اللي يعرف يوصل لحد الشيست وول واسمعه بالسماعه هو الفيزيكولار بريذنج اونلي. طيب لو حطيت سماعتي على التراكية، المفروض ان كلهم موجودين هنا. ليه؟ لان ده مكان البرودكشن بتاعهم. يبقى المفروض لو حطيت السماعه على التراكية اسمع مين؟ هسمع الاثنين موجودين، يبقى اسمع مين؟ المور دوميننت. مين المور دوميننت؟ البرونكيال بريذنج ساوند. يبقى اي واحد يحط سماعته على التراكية الصوت اللي بيسمعه ده صوت مين؟ البرونكيال. طيب افرض اني حطيت السماعه على اللنج وسمعت صوت برونكيال بريذنج، يبقى ده نورمال ولا في باثولوجي؟ لا، this is abnormal. ايه اللي وصل البرونكيال بريذنج ان انا اسمعه على الشيست وول؟ يبقى في باثولوجي. هو ليه باد بنتريشن صح؟ طيب يبقى عشان يقدر يوصل لازم اكون حولت له اللنج الى جود كوندكتور، يعني سوليد. اذا causes of bronchial breathing are، نمره واحد اني اجي جوه كل الفيولس واحط فايبرين اكسوديت، what's called consolidation. كو جاي من كومباني، كو كومباني، لانه هنا اللنج اصبحت عباره عن جروب اوف سوليد ستراكشرز. الفيولس جنب الفيولس جنب الفيولس، سوليد ستراكشر جنب سوليد ستراكشر جنب سوليد ستراكشر، تبقى كومباني اوف سوليد ستراكشرز، كونسوليديشن. ادي اول سبب للبرونكيال بريذنج. ثاني سبب، لو خليت اللنج كولابسد، وان لوب كولابسد، اصبح لسه اريتد ولا سوليد؟ لا خلاص بقاش اريتد، بقى سوليد صح. يقوم البرونكيال بريذنج يعرف يوصل واقدر اسمع. طيب ولو عملت فايبرس وول حوالين كافيتي، يبقى كده بقى سوليد وول، يقدر برضو يعدي من خلاله واسمع. هما دول الثلاث اسباب اللي ممكن اسمع فيهم برونكيال بريذنج على البريفري، على اللونج فيلد، على الشيست وول. There are three pathologic causes of bronchial breathing auscultated over chest wall. 3 C. السي الأولانية consolidation، النمونيا. السي الثانية collapse. السي الثالثة chronic cavity with fibrous wall. واضح؟ هسأل سؤال يا جماعة، لو واحد حط السماعة على مكان على chest wall وسمع صوت شاكك هو برونكيال بريذنج اور نوت، يعمل ايه عشان يتاكد؟ سهله مش صعبه. انقل السماعه بتاعتك وحطها على التراكيه بتاع نفس العيان وقارن الصوت اللي انت سامعه على الشيست وول بالصوت اللي انت سامعه على التراكيه بتاع نفس العيان. لقيته هو نفس الصوت، يبقى فعلا ده برونكيال بريذنج. لقيته مش زيه، يبقى ده مش برونكيال بريذنج. سهله خالص. طب طريقه ثانيه، الطريقة التانية قال لك ايه؟ اقرص العيل، يقوم العيل يعيط، تسمع حاجة اسمها فوكال ريزونانس، هسمع صوت العياط بتاعه عالي جدا جدا جدا، اسمه ايه؟ برونكوفوني. يبقى increase the vocal resonance اللي احنا بنقول عليه برونكوفوني، ده بستدل منه على وجود برونكال بريذنج، لان مفيش برونكوفوني من غير برونكال بريذنج. طالما لقيت برونكوفوني يبقى الصوت اللي انت سامعه ده يساوي ايه؟ برونكيال بريذنج. يبقى لو حطيت السماعه على مكان وشاكك الصوت اللي انت سامعه ده برونكيال بريذنج ساوند اور نوت، سهله جدا، يا اما تقارنه مع الصوت
العلق التراكية بتاع نفس العيان لقيته هو هو يبقى برونكيال، لقيته مختلف يبقى مش برونكيال. الطريقة التانية تقرص العيل فيعيط، هتبص تلاقي صوت البرونكوفوني بقى واضح جدا، تستدل منه على وجود برونكيال بريدنج، لأن مفيش برونكوفوني من غير برونكيال بريدنج. سهل الكلام ولا صعب؟ سهل خالص. أي حاجة يا جماعة لما بتتفهم تبقى سهلة جدا، وطالما فهمت الكونسبت خلاص عمرك ما هتقدر تنسى المعلومة. آخر نقطة في البريث ساوندز حاجة اسمها this being sign. This being sign. This being ده كان طبيب أطفال سويسري وأصبح بعد كده أستاذ باثولوجي، عمل ساين بتاعته في أوائل 1900، يعني هو مات 1930 فعملها في أوائل 1900 وسماها this being sign. ايه دي سبين ساين دي؟ دي سبين ساين معناها برونكيال بريذنج هيرد اوفر ذا سباين بيلو ذا ليفل اوف ذا كارينا. المفروض ان انا اقدر اسمع البرونكيال زي ما اتفقنا على التراكية لحد ما يحصل بايفوركيشن، وبعد نقطة البايفوركيشن بتاع التراكية اسمها الكارينا، فتحت الكارينا مش مفترض ان انا اسمع برونكيال بريذنج صح؟ لو سمعت دي اللي بقى بنقول عليها اسمها this being sign. يبقى this being sign bronchial breathing healed over the spine below the level of the carina، اللي هي فين الليفل بتاع الكارينا؟ فين؟ T2 in infants, T3 in children and T4 in adults. طب ايه يعني لو سمعت صوت bronchial تحت الكارينا؟ ده يساوي ايه؟ يساوي ان في enlarged mediastinal lymph node usually TB. Enlarged posterior mediastinal lymph node فأصبح عندي ايه؟ solid structure بيوصل من خلاله البرونكيال ساوند للشيست وول بحيث ان انا اسمعه. يبقى positive this being sign indicates enlarged posterior mediastinal lymph node usually TB، فأصبح عندي solid structure بيوصل البرونكيال ساوند to the posterior chest wall over the spine below the level of the carina. كده خلصنا يا جماعة الـ breath sounds، الـ vesicular والـ bronchial. تعالوا بقى نسمع الـ recording بتاعه. هسمعكم أولا الـ vesicular breathing، هتسمعوا صوتين، صوت الـ vesicular breathing العادي with normal intensity، وبعدين هسمعكم الـ vesicular breathing with diminished intensity. الصوت الاول اللي هتسمعوه في ريكوردينج دلوقتي نورمال فيزيكولار بريذنج، والصوت الثاني ديمينيشد فيزيكولار بريذنج. هو ممكن الفيزيكولار بريذنج يبقى ديمينيشد، ممكن انه الهواء اللي داخل مثلا بقى قليل عشان ضيقت الاير واي، او انه في ميه او هواء في البلورا بتحجب وصول الفيزيكولار بريذنج بصوته المعتاد، نيموثوركس او بلورال افيوجن. يبقى هنسمع في ريكوردينج دلوقتي صوت اول للنورمال فيزيكولار بريذنج وصوت تاني للديمينيشد فيزيكولار بريذنج. نسمع. تمام؟ طيب تعالوا بقى نسمع البرونكيال بريذنج علشان نشوف الفرق. نسمع. خدتوا بالكم بقى يا جماعة الفرق بين البرونكيال والفيزيكولار؟ هو اهم حاجه تركز عليها الهولو كاركتر، ذا هولو كاركتر. سيبك من انه البرونكيال بيبقى فيه جاب ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، وانه البرونكيال الاكسبيريشن بتاعه بيبقى برولونجد بحيث انه يبقى قد او اطول كمان من الانسبيريشن. سيبكم من ده، ركز على الهولو كاركتر. ومش محتاج حد يعلمك، لو انت لسه مش مدرب وشاكك سهله، تحط السماعه التراكيه بتاع نفس العيان او تقرص العيل في ايه يعيط وتسمع البرونكو. تعالوا بقى ننتقل الى الادفنتيشيوس ساوند.
الادفنتيشال ساوندز يا جماعه حاجتين اساسيتين، ويزس اند كريبيتيشنز. نبدا بالويزس. يعني ايه ويز؟ ويز يعني تزييئه او صفاره، ده بالبلدي. طب بالطب يعني ايه؟ تعريف الويز انها continuous sound with musical character. يبقى الويزس عبارة عن continuous sound with musical character. هنقسمها الى high pitched wheeze او low pitched wheeze. high pitched يعني ايه؟ يعني حدة الصوت، الصوت بيبقى رفيع او مسرسع، فيسموها sibilant wheeze. sibilant يعني high pitched، يعني صوت رفيع او مسرسع. طب sonorous يعني low pitched، يعني صوت تخين او خشن. يبقى الويزس continuous sounds with musical character it's either high pitched او low pitched. high pitched نقول عليها sibilant wheeze، يعني صوت رفيع او مسرسع. low pitched يعني sonorous wheeze، صوت تخين او خشن. خدوا بالكم ليس للتسمية علاقة بان الصوت عالي او واطي، اي واحدة منهم ممكن تبقى عالية او واطية، ملاش علاقة. التسمية حسب حدة الصوت. sibilant صوت رفيع او مسرسع، sonorous صوت تخين او خشن. طب امال ايه الرونكاي دي؟ هو الconfusion جاي منين؟ كانوا الاول المصطلح العام ويز ويقسموها الى sibilant وsonorous. حديثا قال لك لا، احنا مش عايزين نتوه الناس، احنا هنقول ان الكونتينيوس ساوندز دي اللي ليها ميوزيكال كاركتر لو كانت سيبلنت، لو كانت هاي بيتشد يعني هنسميها ويز، ولو كانت سونورس لو بيتشد يعني هنسميها رونكاي. يبقى الرونكاي تطلق على السونورس ويز، والسيبلنت بنقول عليها ويز وخلاص. ده اخر كلام. على فكره الكلام ده مش جديد قوي، الكلام ده من عملته الامريكان ثوراسيك سوسايتي من كام؟ من 1976 تقريبا، يعني من 40 سنه. طيب معناها ايه كل واحده منهم وبتحصل في امراض ايه؟ نيجي للويز. الويز معناها ايه؟ هي هاي بيتش، يعني صوت رفيع او مسرسع، معناها ان في ماركت ناروينج اوف ذا اير واي، وبالتالي هتحصل اكتر في الميديوم سايزد اند سمول سايزد برونكيولز. هنا لازم يكون في وول سبازم عشان اقدر اقفل جامد قوي. طب اسمعها فين؟ اسمعها في البرونكيولايتس وفي السيفير ازماتيك اتاك. واضح؟ اسمعها في البرونكيولايتس وفي السيفير ازماتيك اتاك. طب اسمعها انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ والله انسبيراتوري الهواء بيبقى داخل اكتيفلي، انتوا عارفين الانسبيريشن اكتيف بروسيس، فيقدر يقاوم النروينج الموجود، انما الهواء هو خارج باسيفلي، الاكسبيريشن ده باسيف بروسيس، فمش هيقدر يقاوم الضيق الموجود يقوم يعمل الصفاره وهو خارج. يبقى التايمنج بتاع الويز مينلي اكسبيراتوري. طبعا لو النروينج زاد قوي هتبقى اكسبيراتوري اند انسبيراتوري. طيب دي الويز. What about the رونكاي؟ رونكاي يعني low pitched، يعني صوت تخين او خشن، صح؟ معناها ايه؟ معناها ان في slight narrowing، وبالتالي تحصل اكتر فين؟ في اللارج برونكاي. وهنا بقى يكفيني شوية secretions وهم يضيقوا لي السكة خفيف. سمع فين؟ تتسمع في البرونكايتس وفي المايلد asthmatic attack. خلي بالكم من حاجه، لو انا سمعت السونوراس ويز اللي احنا بنقول عليها الرونكاي لازم اشوف هي كونستانت ولا بتختفي. يعني ايه كونستانت ولا بتختفي؟ يعني انت بتقول لي دلوقتي ان السكه ضيقه خفيف بسكريشن، طب ما لو العيان كح سكريشن دي هت ايه؟ هتتحرك، يقوم لما اسمع تاني الاقي صوت الرونكاي ايه؟ اختفى. يبقى دي فعلا معناها ان في سكريشنز جوه في اليومن، ودي تبقى اكتر ماشيه مع البرونكايتس. بينما في المايلد أزمة في سكريشن، بس غير السكريشن في ايه؟ في صب ميوكوزال انفلاماتوري إديمة، وبالتالي حتى لو العيل عيط او كح هتبص تلاقيها ستيل بريزنت. يبقى لو كانت كونستانت تبقى أزمة، لو كانت بتختفي تبقى ايه؟ تبقى سكريشن بتاعت برونكايتس. طيب
نسمع بقى يا جماعه الريكوردنج بتاع الويز عشان تشوفوا الفرق بين الستيبلنت ويز وبين السونوراس ويز او الرونكاي. نسمع ريكوردنج. الصوت الاول هو صوت الويز والصوت الثاني هو صوت الرونكاي. نسمع. Wheezes are relatively high pitched and have a hissing or shrill quality. Ronchi have a lower pitched snoring quality. واضح جدا الفرق. طيب تعالوا اسمعكم بقى الويز وهي بتحصل في الازمه. في الايرلي هتبقى يدوبك بس اكسبيراتوري سيبلنت ويز، صح؟ تعالوا نسمعها كده. تعالوا نسمع حاله تانية بقى سيفير ازمه، فاصبحت الويز بوث اكسبيراتوري اند انسبيراتوري. نسمع. تمام، يبقى هي دي لويز. Continuous sounds with musical character either sibilant اللي احنا بنقول عليها ويز او sonorous اللي احنا بنقول عليها رونكاي. الويز بتحصل في البرونكيولايتس والسيفير ازماتيك اتاك، بينما الرونكاي بتحصل في البرونكايتس والمايلد ازماتيك اتاك. تاني حاجه في الادفنتيشيال ساوندز اللي هي الكريبيتيشنز. كريبيتيشنز يعني ايه؟ يعني خشخشه او طقطقه. طب وبالطب؟ بالطب الاولانيه كنا بنقول عليها ايه؟ لويز. كنا بنقول عليها ايه؟ continuous sounds، بينما هنا بنقول عليها interrupted sounds. interrupted sounds لويز كنا بنقول عليها with musical character، في الكريبيتيشن with crackling character. يبقى interrupted sounds with crackling quality. crackling يعني خشخشه او طقطقه. برضو في confusion في التسميه. الكريبيتيشنز لها اسمين تانيين يا جماعة، وهتلاقوا في تكست كتير في ناس بتستخدم the term crepitations، وناس تانية بتستخدم term crackles، وناس تالتة بتستخدم term rails. الكريبيتيشنز هي الكراكلز، هي الريلز، هي الانتربتد ساوندز with crackling quality. هنا بقى لما هنقسمها يا جماعة هنقسمها حسب درجة علو الصوت. يبقى الكريبيتيشنز التقسيمه بتاعتها على حسب ايه؟ على حسب الصوت ده عالي ولا متوسط ولا واطي، حسب درجه الصوت. فبنقسمها الى فاين كريبيتيشنز، ميديوم سايز كريبيتيشنز، اند كورس كريبيتيشنز. فاين زي حك الشعر، واحد يحك شعره كده، ده صوت الفاين كريبيتيشن. ميديوم سايز زي طرقعه فشار، أو زي ما تمسك في إيدك كيس شيبسي وتطبقه، ده صوت الميديوم سايزد كريبيتيشن. طب كورس، كورس كلكم عارفين زي بقلالة الشيشة. طيب كل واحدة يا جماعة عايز أعرف معناها إيه وسببها إيه أو بتحصل في أمراض إيه. ركزوا بقى علشان ما تنسوش الكلمتين دول. فاين كريبيتيشن معناها إيه؟ معناها loss of lung elasticity. اللونج تيشو او الالفيولاي ما بقتش الاستيك زي بالونه، بقت بلاستيك زي كيس بلاستيك. يبقى لما انفخ فيها تحصل لها ايه؟ طقطقه في اخر النفس، ليت انسبيراتوري فاين كريبيتيشن. طب ازاي فقدت الاستيستي بتاعتها؟ ايه اللي حصل؟ سببها ميه حوالين الالفيولاي. يعني اسمعها فين؟ اسمعها في البالمونري كونجيشن في حالات الليفت فينتريكولار فيلير، واسمعها في الايرلي نيومونيا، الستيج اوف كونجيشن بتاعت الايرلي نيومونيا. ميه حوالين الالفيولاي، بالمونري كونجيشن ليفت فينتريكولار فيلير، او ايرلي نيومونيا في الكونجستيف ستيج، او ميه حوالين البرونكيولز برونكيولايتس. ادي الحالات يا جماعه اللي بتسمع فيها الفاين كريبيتيشن. ميه حوالين الالفيولاي
في اللافت فنتريكولار فيلير وفي الايرلي نيومونيا او ميه حوالين البرونكيولز في البرونكيولايتس. تمام كده؟ طيب تعالوا نتكلم على الميديم سايز. الميديم سايز يعني زي طرقعه فشار او كيس شيبسي بتمسكه وتطبقه تسمع صوت الميديم سايز كريبيتيشن. معناها ايه؟ معناها ان الالفيولاي اصبح فيها فلويد بينما الاير واي فاضي. طب سببها ايه؟ يا اما انه كان فيها فايبرين وبدا يتحلل ريزولفينج نيمونيا، او ان الالفيولاي دي اصبحت دايليتد ساكس ومليانه بص برونكيكتاسيس. دول السببين بتوع الميديم سايز كريبيتيشن. طب الفرق بين الميديم سايز كريبيتيشن بتاعت النيمونيا وبتاعت البرونكيكتاسيس ايه؟ ان النيمونيا الوحيده اللي بنقول عليها consonating medium size crepitation. يعني ايه consonating؟ consonating يعني بتطرقع في حالة النيمونيا. عشان ايه؟ عشان في fibrinous exudate لسه موجود فبيخليها بطرقع. واضح يا جماعة؟ تاني medium size crepitation معناها ان الالفيولاي فيها fluid بينما الايرواي فاضي. سببها؟ اما انه الالفيولاي دي كان فيها فايبرين وبدا يتحلل يبقى اسمعها فعلا في الريزولفينج نيمونيا فعلا، او ان الالفيولاي دي اصبحت دايليتد ستاكس ومليانه باص عشان كده بسمع الميديم سايز كريبيتيشنز في البرونكيكتاسيس. الفرق بينهم ايه؟ ان في حاله النيمونيا بتبقى كونسونيتنج بالطرقه، بينما في حاله البرونكيكتاسيس ميديم سايز نون كونسونيتنج كريبيتيشن. اخر نوع من الكريبيتيشنز اللي هو الكورس كريبيتيشنز. معناها ايه هنا بقى؟ معناها ان الالفيولاي والايرواي الاثنين فيهم سكريشن، عشان كده زمانها هيبقى early and mid inspiratory من اول النفس وانت هتسمعها، عكس الفاين كنا بنقول بنسمعها في اخر النفس late inspiratory، بينما هنا الكورس هسمعها early and mid inspiratory. طب سببها ايه؟ سببها والله لو موجودة على كل اللونج فيلد سمعها الشيست كله ده مرض وحيد أكيوب بالمونري إديما. أما لو لقيت حتة فيها وحتة ما فيهاش، حتة فيها وحتة ما فيهاش، يبقى ده إنفلاماتوري باثولوجي أسمعها في الريزولفينج نيمونيا وأسمعها في البرونكايتس. واضح؟ آخر مرة كورس كريبيتيشن معناها إن الألفيولاي والإيرواي الاثنين فيهم سكريشن. سببها لو موجودة على كل اللونج فيلز ده مرض وحيد أكيوب بالمونري إيديما. أما لو لقيت حتة فيها وحتة ما فيهاش سمعها على حتة وحتة لا، This is inflammatory pathology. أقدر أسمعها في resolving pneumonia وأقدر أسمعها في البرونكايتس. تعالوا نسمع ريكوردينج بقى. هسمعكم في الريكوردينج ده الأول هتلاقوا صوت الفاين كريبيتيشن وبعدين silence وبعدين صوت الكورس كريبيتيشن. نسمع. واضح يا جماعة؟ الفاين كريبيتيشنز صوت أقل في الفوليوم وبيحصل في آخر الانسبيريشن، بينما الكورس كريبيتيشن صوت أقوى بكتير وبيحصل من أول الإيه؟ الانسبيريشن. طيب نسمع بقى ريكوردينج للميديم سايز كريبيتيشن. طيب نسمع بقى يا جماعة ريكوردينج للميديم سايز كونسونيتنج كريبيتيشنز بتاعة النيمونيا. نسمع. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية المحاضرة النهاردة. اتكلمنا فيها عن الكف بالتفصيل واتكلمنا عن اللونج اوسكلتيشن. بحاول انه الماتيريال اللي بنقولها في المحاضرة تكون مختلفة شكلا ومضموما عن اي سورس موجود بين ايديكم. بحاول كمان ان انا اركز اكتر على الكونسبتس اللي وراء اي معلومة، علشان اولا المعلومه دي تثبت في دماغكم، وثانيا تقدروا تطبقوها بمنتهى السهوله.
أتمنى تكونوا استفدتوا بمحاضرة النهاردة، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.